هالكلام والقصيد صار من حب تفهم ما دنا كلنا لجل وطن نحتمي دون المقام الوطن حنا فدا ترابه وحنا منه تحت راية قايد الشعب قايدنا الإمام خادم البيت ربي يطول في زمنه سيدي سلمان تخضع له كبار المهام كل صعبة العدل السلام صنع عالم جاد من طيب راس هيمنا يا محمد اسمك يوقف جيوش ونظام هبتك صنعت في جميع الأمكنة والسعودي فرض طيب راس واحترام دم يحمل عصره وعصره اللي مزينه حلو لنا للوطن من سنين ومن عوام حنا فدا ترابه وحنا منه يا سلام الله على الرايه الخضرا سلام رايتك فوق البيانك ترفرف مولانا السعودي والسعودي مع الصفا لما عز يا راس انتقاد احسما لجلوطنا عز يا راس انتقاد احسما لجلوطنا المشاعر داخل القلب يشرح الكلام والقصيد من حب تفهم ما دنا كلنا لجل وطن نحتمي دون المقام الوطن حنا فدا ترابه وحنا منه تحت راية قايد الشعب قايدنا الإمام خادم البيت ربي يطول في زمنه سيدي سلمان تخضع له كبار المهام كل صعبة قايد مع هالعظايم تجيك مبينة رؤيته تحقق العدل والعدل السلام صنع عالم جاد من طيب راس هيمنة يا محمد اسمك يوقف جيوش ونظام هبتك صنعته في جميع الأمكنة والسعودي فرض طيب راس واحترام دم يحمل عصره وعصره اللي مزينه حلو لنا للوطن من سنين ومن عوام والوطن حنا فدا ترابه وحنا منه والوطن حنا فدا ترابه وحنا منه يلي تناظر فينا لازم تجي يا غالي ويلي تسمى لنا ابداع نجم عالي على الواقع وفي الواقع على الواقع وفي الواقع فوق السما والقمه عامل يجي ثمامي جدد رحال الهمه يا للهمم قدامي شوف المواهب هبه مثل السلاح الناري اهل الوفا والطيبه صار الذي ما صار على الواقع صعيبه مكس الفرق الجاني جدد الحزن وتجيبه يا جرح لا تعاني على الواقع وفي الواقع على الواقع وفي الواقع نحبك من خطيئة
الخاطر نحبكم من خاطر على الواقع وفي الواقع على الواقع وفي الواقع على الواقع وفي الواقع على الواقع وفي الواقع اللهم لك الحمد على التمام والكمال. نسخة جنتل, نسخة جنتل واجهت ظروف, نسخة جنتل أخذت مني الجهد والفكر, إلا أن متسابقيها وفريق العمل أهدى لي هذا النجاح وكافأني بهذا النجاح. نجحت النسخة بفضل الله ثم بفضل دعم الجمهور الدائم والمستمر. كلمة أقدمها للمتسابقين, المتسابقين أدوا الأداء الرائع, قدموا الرسالة الهادفة للمتلقي. أقول لكم في هذا اليوم افخروا بما قدمتم, افخروا بما أنجزتم, تستحقون هذا النجاح. شكرا لكم بحد السماء على كل ما قدمتم خلال هذه النسخة. أعد الجمهور بكل ما هو مميز بإذن الله في النسخة الثانية من البزنس, ستكون بنفس هويتها السابقة ولكن بتحديثات, بحلة جديدة ستنال بإذن الله على إعجابكم, انتظرونا. أوجه شكر لرئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم صالح الحسين على كل ما قدمه من دعم مادي ومعنوي, وأوجه شكري كذلك لفريق الإعداد وفريق الإخراج والفريق الفني ولكل من عمل في هذا الكيان المبارك. شكرا لكم جميعا, شكرا لكم بحجم السماء, لولا الله ثم أنتم لما وصلنا لهذه النجاحات. شكرا لكم جميعا. في جنتل صارت لي قصة أذكرها وبصدري غصة, أيام وليالي وأكثر, وانت الصادق ثلاثة أشهر. رد الفكرة هات الفكرة وعطنا المحتوى والفكرة في المنيو ساير من قده وفي صدمة ساعات الشدة والكشت اللي ما يعذرنا. جنتلو هالجنتلوية حتى لو ما تأخرنا, يدربنا يكسرنا والفتنس هي جمال ذكرى. جنتلو هالجنتلوية, جنتلو هالجنتلوية, جنتلو هالجنتلوية. والملا يا كثر دروبة دوخنا وأعلننا التوبة, كل منا يعرف قسمه اللي بدت فقرة نسمك. جنتلو هالجنتلوية يا حمادة يا حمادة, حضورك فارق كالعادة وسعود الجوزة بدنا كرهنا بجية تهنا بعادر بيهم يجون. جنتلو هالجنتلوية والخضيري والتميمي ضعت وضيعني تصميمي, أبو ظهير هداياكم عزيز وفقرة حياكم. جنتلو هالجنتلوية, جنتلو هالجنتلوية, جنتلو هالجنتلوية. والديلمة والتوتر وابن روية موت حمر وكلكم وما بهلو من لالا من شاهد نازم مدرسة النقد الحديثة نعشقها لكن غذيثة. جنتلو هالجنتلوية عصريات وصبحيات واحلام عصر ودخليات, عصريات وصبحيات واحلام عصر ودخليات, هذه هي حكاية جنتل جنتل او جنتل يا جنتل. متسابقين جنتل أبطال, تكاتفهم داخل البرنامج أثلت صدري, لاحظته في وسط البرنامج ونهاية البرنامج, وكانوا يعني لهم إضافة جميلة في فقرة المنيو. تكاتفهم مع بعضهم أثناء الفقرة جعل رونق جميل للفقرة من ناحية الكوميديا ومن ناحية الرسمية للفقرة واحترامها. كل توفيق للشباب وإن شاء الله أني أراكم بأفضل الأماكن. كثير من زوايا المتسابقين بانت في البرنامج من خلالهم, وكثير كان مخفي, وهذا طبع أي شخص, حاولنا نبينه بالفقرة وقدرنا نبينه, اتضح لي واتضح للجمهور واتضح حتى لهم ولزملائهم. فالنسخة هذه أنا أشوف أن حتى زواياهم اللي بحثنا خلفها كانت جميلة جدا أكثر من الجمال اللي طاب. من أجمل الرحلات اللي مرت علي في حياتي رحلة جنتل, رحلة كانت جميلة مليئة بالمتعة بالإيجابية بالفائدة. كان فيها 24 رجل, 24 متسابق, 24 أخ كانوا مميزين, لمست فيهم الإصرار, التحدي, وضوح الهدف, الإصرار على تحقيقه, وفعلا ترى قدروا يحققونه واليوم وصلنا للنهاية.
الحمد لله على الكمال والتمام. فقرة كانت حساسة، فقرة كانت فيها توتر وخوف، فقرة كانت لي أنا تحدي كبير للأمانة. تعرف لما تجي على هذه الفقرة وتحاول أنك تغير من هذه الفقرة وتغير نمطها المعهود، والمتسابقين يكونون في خوف ويجي معك على البوديوم يتوتر، تخلق هذه الأجواء في البرنامج وتسوي هذه الإضافة مثل ما أضفت لك القناة في ثاني أقوى فقرة، فنقول اللهم لك الحمد على الكمال والتمام. الحمد لله على التوفيق وعلى الكمال، ونشكر الآباء على تواجدهم وحرصهم الدائم وسؤالهم المستمر كل يوم يسألوني عن الحلقة، وكذلك المتسابقين على تواجدهم معنا وخدمتهم للآباء والروح العالية عندهم. فنشكر الآباء فهم كانوا نعم الآباء، وكذلك نشكر المتسابقين فكانوا نعم الأبناء لنا. أقول لكم سر شدت على الشباب بداية البرنامج، الحمد لله خلتني أقدر أحافظ عليهم إلى نهاية البرنامج، أن نطلع من الفقرة بدون أي إصابات لله الحمد. هذا شيء انعكس حتى على أداء الشباب في الفقرة، كل ما له يزيد رتم الفقرة إلى نهاية البرنامج. الشيء الثاني والأهم أنه شباب استفادوا من الفقرة، بعضهم زادت أوزانهم زي مخلط، مع أنه أكثر شخص كان يتأخر على الفقرة ويتناقر معاه، لكن الحمد لله طلع بفائدة من الفقرة. هذا غير الشباب الباقيين اللي يسألوني يا كوتش هل نقدر نصير زيك، فالحمد لله قدرنا نثبت مبدأ استفادوا منه الشباب من هذه الفقرة الرياضية، سواء الشباب أو حتى الجمهور من خلف الشاشات، وهذا الحين المكسب لنا من هذا البرنامج. من خلال الفقرة اللي قدمتها مع شباب جنتل صراحة شفت روعة في الأداء، شفت نجوم مستقبليين راح يظهرون على الساحة الإعلامية، من منشدين من مقدمين من شعراء، كأنهم باقة ورد محطوطة ومغلفة تظهر للعالم، ونقول لهم جنتلها مع جنتل. شباب وجمهور جنتل، أنا أعتذر منكم إذا أخطيت على أحد أو فهمت خطأ، لكن كل اللي حدث من خلال أحداث البرنامج كان المصلحة الغالبة فيه هي لكم والنجاح نسختكم. شيء طبيعي في البرامج الواقعية يكون الرتم متفاوت بين الممتاز والجيد والأقل والأقل عشان نعيش جو البرامج الواقعية، مع أني أرى أن في شباب كثير من نسختكم في النسخ القادمة يستطيع أن يحل محلي في فقرة النقد. يا سلام الله على الراية الخضرة سلام، رايت فوق قلبي يا نكتر افرث مولانا، السعودي والسعودي ما صفى لما على زيارة سنتقادة سمال الوطن. جمهورنا الكريم الحاضرين معنا، جمهورنا من أمام الشاشات من مواقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي بروية، ما نقول من ذا إنت، نقول من البداية، بداية نجوم فعلا عاشوا معنا 92 يوم، خاضوا تجربة تحديات، لهذا نشوف الانعكاس والحضور الفخم. أول وأسمى آيات الشكر نرفعها المقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولحكامنا، وثانيا نشكر قناة الواقع كيانا وإدارة وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم الحسين على ما يبذل من مجهودات في إدارة هذه القناة، فشكراً يا شيخ إبراهيم الله يعطيك العافية. جمهورنا أنا سعيد بفرحتكم وبنفرح اليوم كلنا لأننا خضنا تجربة جميلة مع نجوم جنتل، 92 يوم، 25 نجم، ما هو 25 متسابق، فعلاً 25 نجم حفروا أسماءهم، حطوا لمساتهم، تركوا أثر. الأثر الآن نبي نقيسه على هذه الشاشة، الشيء اللي شفناه خلال الأيام الماضية خلال 92 يوم انعكس في السوشيال ميديا وأرقام حقيقية تطرح الآن أمامكم، ونزف لكم هذا الخبر. أعطوني أول إحصائية قمنا فيها، عندنا أول إحصائية، إحصائية اليوتيوب، إحصائية اليوتيوب، عدد مقاطع جنتل 17380 مقطع اللي نزلت على منصة اليوتيوب، عدد المشاهدات بالساعات أكثر من 9.9 يعني 9,900,000 ساعة مشاهدة، عدد مرات الظهور للناس 105 مليار ظهور، عدد مشتركين جنتل برنامج جنتل أو اليوتيوب عندنا 348,000 مشترك، الزيادة في برنامج جنتل 44,000 مشترك بس في برنامج جنتل. هذه الإحصائيات بعد فضل الله أولاً والإدارة الناجحة في قناة الواقع، وأيضاً مجهودات الشباب اللي تركوا بصمة كبيرة عند الجمهور، فشكراً لهم، لأنه الشكر لهم هم اللي بذلوا 92 يوم يستاهلون التحية.
أعطوني الإحصائية الثانية. تويتر، تويتر المنصة الشعبية، تويتر اللي واصل لكل المواطنين في وكل الشعب وكل العالم العربي اللي يقرونكم. تويتر عدد التغريدات 4350 تغريدة اللي نزلت في برنامج جنتل، مرات الظهور 190 مليون و800 ألف ظهور على منصة تويتر. عدد التغريدات في التاج 2.25 يعني 2 مليون و250 مليون مشاهد أو ظهور على تويتر، رقم مهول. أعطوني المنصة الثانية، منصة الانستغرام. الانستغرام عدد البوسترات اللي نزلت البرنامج جنتل 812 بوستر، يعني 812 صورة. عدد المتابعين أكثر من 78 ألف متابع. عدد الإعجابات 243 و 600 إعجاب، هذه على البوسترات 800 فقط. هذه أرقام صنعوها نجومنا، أرقام خلال 92 يوم يستحقون الاحتفاء والاحتفال فيهم، لأنهم نجوم نقشوا اسمهم في برامج الواقع، نجوم أخذوا حيزهم وتركوا أثر. هذه إحصاءاتنا اللي حنا طرحناها لكم. أنا ما أنسى أشكر أخواني في إدارة قناة الواقع، رأسهم الشيخ إبراهيم، أيضاً الأستاذ بدر الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ صالح الحسين المدير التنفيذي، أبو سلطان تركي الدوسري، الإخوان اللي قدموا معنا أجمل الأيام، 92 يوم كانوا مشاركين معنا، نذكرهم. طبعاً ما ننسى الجميل والرائع محمد عيسى اللي يقف في المجهودات هذه كلها. فريق الإعداد معنا الأستاذ حسن عباس وأحمد عبد الرحيم والأستاذ راشد عبد الرحيم وسامة القاضي وأيضاً مشاري عمر، يستاهلون تحية. أيضاً الكنترول، الصورة والصوت اللي تشوفونه يقوم عليه فنيين من أفخم الفنيين، فنيين يعتبرون رقم واحد في برامج الواقع، أفضل مخرج في برامج الواقع محمد أبابا، معاه حسين وعبد الرحمن، حسين شنقيطي وعبد الرحمن هم مساعدين مع أبابا، السي جي الأستاذ خالد والأستاذ ياسر، طبعاً عم منيب هو اللي سمعكم الصوت الجميل، سمعكم صوتي، شكراً يا عم منيب. ايضا عبد الله منيب، وايضا نشكر الغباشي الكرام شريف غباشي، احمد غباشي، محمود غباشي، ولا ننسى الجميل المصور علي. هذولا فريقنا في الكنترول، فشكرا لهم، شكرا كل الشكر. الان بناخذ التقرير الثاني. اعطوني احصائيه التيك توك، باقي التيك توك، لا باقي التيك توك، اعطوني التيك توك، اهم شيء واهم شيء التيك توك. عدد المقاطع 164 مقطع، تسجيل الإعجابات في المقاطع 3,300,000 إعجاب. عدد المتابعين في منصة التيك توك 186,900. عدد ظهور تاجات جنتل في التيك توك 4 مليار ظهور. أرقام صعبة يحققونها الجناتل فقط، لأنهم جناتل. تحية للجناتل، أنا فخور فيكم كلكم. أعطوني المقطع اللي بعده كترول. يا سلام الله على الراية الخضراء، سلام رايتك فوق البيانك ترفرف مولانا، السعودي والسعودي ما صفى لما عزيز. الشهور هذه كانت أيام حلوة، صح أن مرينا بأيام صعبة وظروف صعبة بما أني من بلاد بعيدة، لكن أشكر الله وحمد الله أني انقبلت في هذا البرنامج وتعرفت على أخواني 25 متسابق. وأنا من هذا المنبر أشكر قناة الواقع وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم الحسين لأنهم قبلوني في هذا البرنامج وأظهروني للجمهور، وأتمنى أن قدمنا صورة جميلة تليق فينا وتليق بالبرنامج بإذن الله. قضينا أجمل الأيام خلال 3 شهور في قناة الواقع، كانت من أجمل الأيام وأجمل اللحظات، صار فيها مواقف عظيمة، مواقف فرح، مواقف حزن، مواقف كثيرة هي اللي رجعتنا روح الذكريات الجميلة. الأيام اللي قضيناها استفدنا منها حاجات كبيرة، لا من مقدمين ولا من فقرات ولا أيضا من متسابقين، قدرنا نطور المهارات، قدرنا نأسس الخبرة اللي داخلنا، بإذن الله راح تكون دافع لنا في الخطوات القادمة. فشكر، شكر خاص لقناة الواقع على إتاحة الفرصة لنا، شكرا لهم. والله أيام حلوة اللي قضيناها البرنامج، يعني أحيانا إذا تأخر حلاق ما جاء في أسبوع،
كم يوم الشباب يلا تعال فلان حلقني، تعال فلان حلقك، وإذا تأخرت المغسل أخذ الملابس، وإحنا غسلناها في المغسل عندنا. والله كانت تجربة يعني جميلة، وضحكنا تحت البث وبدون جوالات، يعني عشنا حياة جديدة يعني يمكن ما بعد عشناها برا. والله أيام بنتذكرها بعدين. والله في الختام ما أدري شو أقول، المشاعر متلخبطة، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر قناة الواقع، قناة الذي أظهرت جبر المدارية على الناس وعلى الجمهور، وصنعت من جبر المدارية نجم. فمهما تكلمت عن قناة الواقع لزة مقصر، واللهم لك الحمد تجربة جميلة. فالختام أقول دائما جنت للأصعب. في البداية أحمد الله وأشكره سبحانه وتعالى أنه وفقني لين وصلت لهذه المرحلة، لولا توفيقه ما وصلت لها. ثانيا أشكر والدي، أشكر أخواني وربعي وجمهوري اللي دعمني من بداية دخولي البرنامج إلى اليوم 90. صراحة في تجربة برنامج جنتل عشنا 90 يوم بين المزح وبين الضحك وبين الحزن وبين الوناسة والطقطقة. كنا على قلب رجل واحد، نشارك همومنا، نشارك أفراحنا سوا، مواقفنا، ذكرياتنا، نسخة لن تتكرر. مر علينا ظروف، مر علينا أشياء، لكن استطعنا أن نتخطاها، وبإذن الله أنها تبقى نسخة للتاريخ. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى هنا وتنتهي أجمل قصة وأجمل 3 أشهر عشتها بحياتي، انتهت حكاية جنتل. بإذن الله أن قدمنا الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضيكم أنتم كمشاهدين. أنا بالنسبة لي تركي عشت أجمل 3 شهور لي في هذا المنتجع وداخل أسوار القرية، مضت قصص وحكايات. من ضمن الحكايات اللي صارت يعني صار لي موقف المصورة اللي أنا صقعت فيها برجلي، وكنت متخيل وقت الطيحة أن رجلي انقطعت ما أبي أطالع فيها، والشباب كانوا يشجعوني لا رجلك موجودة للحين. فكانت أيام عظيمة جدا بنفقدها بنشتاق لها. حتى تحت البث في أحداث كثيرة بيننا وبين الشباب، في فضفضة، في حكايات، فيه اقتراحات، فيه نصايح. فأقول لكم يا شباب استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستودعناكم الله يا جمهور قناة الواقع. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. انتهت فترة 3 شهور مع أني ما عشتها كاملة، وجيت بتأخر إلا أني كسبت 25 رجل. اللهم لك الحمد. انتهت بمرها وبفرحها وحزنها وبكيها وضحكها ومشاكلها. اللهم لك الحمد. أتمنى نحن رسمنا الابتسامة على وجيهكم كمشاهدين، ولنا على إعجابكم، والانطلاقة بإذن الله بعد البرنامج هي النجومية فعلا. والله يجعلنا عند حسن ظنكم يا رب البيت. اللهم لك الحمد. تعرفت على 25 أخ، كانت الحياة مرة جميلة معهم. ما كنت متوقع يوم بالأيام أن نواف بيدخل برنامج واقعي. دخلت البرنامج الواقعي تعرفت على شخصيتي أكثر، عرفت فيني أشياء ما كنت أدري عنها قبل. تجربة جميلة جدا، حددت مصيري، علمتني أنا وشبي، علمتني أنا وين بكون. شكرا لجمهوري، شكرا لقناة الواقع. طبعا في نهاية البرنامج هذه تجربة يعني راح تبقى طول عمري إن شاء الله ما أنساها، لأنها عرفتني على أشياء كثيرة أنا كنت أتمنى أني أعرفها في هذا البرنامج عرفتها. أتمنى إن شاء الله أني طلعت بالصورة اللي أنا أتمناها، اللي تمثلني وتمثل أهلي وتمثل تربيتي ووطني وديني. وأسأل الله عز وجل أن يكتب القبول عنده وعند خلقه بإذن الله. 3 أشهر عشناها بحلوها ومرها، تعلمنا منها الصبر والمنافسة الشريفة مع زملائي، كسبتهم وكسبوني. كل الشكر لطاقم إدارة قناة الواقع اللي ساعدتنا ووصلتنا للنجومية. وعلى ما قال الشاعر، بيننا عهد قديم وبيننا طيب وزمالة. فأسأل الله التوفيق لي والجميع زملائي ولإدارة قناة الواقع اللي ما راح أنسى فضلها علي. فتحياتي لكم. اللهم لك الحمد لك الشكر. قضينا 3 شهور من أمتع 3 شهور مرت علينا، بحلوها ومرها، ضحكنا فيها، مزحنا فيها، بكينا فيها، حزننا فيها، ولكن تجربة ولله الحمد والشكر كانت من أفضل التجارب اللي مرت على نواف الشهراني. وبإذن الله بنقدم بعد البرنامج ما يليق بالجمهور وما يرضي الله سبحانه وتعالى.
أشكر قناة الواقع، أشكر مالك القناة والقائمين عليها، وأشكر زملائي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك يا الواقع أموت أنا، أموت أنا فيك يا الواقع. وفي الواقع أيوة أيوة يا الواقع أموت أنا. كم سهرنا، كم حكينا، كم ضحكنا، كم بكينا، وانتهت لحظة لقانا. وفي الواقع أيوة الله الواقع أموت أنا. الوفاء منكم وفيكم، ويا سلام الله عليكم، ما لنا أحد سواكم، ولا ليكم أحد سوانا. وفي الواقع أموت أنا، شاشة الواقع هدفنا، في رضاكم ما تونا، وإن حصل تقصير منا ما بدا باسم خويانا، ما درى باسم خويانا. وفي الواقع أموت أنا، يا نيانا يا نيانا، فيك يا الواقع أموت أنا، أموت أنا فيك يا الواقع. وفي الواقع أموت أنا، بيننا طيب ومودة، فلنا كل يعد استهدنا سانا. وفي الواقع العب يا ولد العب، ابشروا بالقادم احلى، ما عليكم شيء يغلى، غيم الغيم بسمانا، والمطر والخير جانا، فيك يا الواقع هوانا. وفي الواقع لبي يا الواقع موتنا، يا نيانا فيك يا الواقع أموت أنا، أموت أنا فيك يا الواقع. وفي الواقع أموت أنا فيك الواقع. جنتنا الأصعب ويا طيب فرسانة، فالبرامج شوف رقمه وترتيبه، نسخة القصيد اللي على القلب والحانة، استوى الشاعر اللي يغني به، طيب يا لداني ويا دانة، يعرضي ما هو يحتاج تعليبه، قد طلبت خالق الكون سبحانه، ما يرد اللي كثيره مطالبه، انت هجنت الوجينا علشانه، تجربة والوقت هادي تجاري، تجربه والوقت هادي تجربه، عاش شخم فعلها سبق من لسانه، مثل صقر معتلي في مراقبه، الإحسان اللي غدا طيب عنوانه، عاش ابو صالح وحنان بديبه، عادت ابراهيم ما مال ميزانه، موقفه ما فيه شك ولا ريبه، اخره اللي يعتبر خيرة صالح مدير ولا هيبة، صالح وصالح مدير ولا هيبة، قايم بوجبه ذم معتل شانه، لا بدل لازم ما يترك مواجبه، كنت لين أصعب ويا طيب فرسانه، فالبرامج تشوف رقمه وترتيبه، نسخة فيها النجاحات رنانه، ما بها صافيات مشاريبة، منتجعنا بيبقد أهلا وسكانه، يشتكي من غيبة ليلهم غيبة، يشتكي من غيبة ليلهم غيبة، لو تكلم شفت ودموع جدرانه، صاحبه يحزن من أفراق صاحبه، إننا كانت مواهب
ذكريات مواقف وميانه ذكريات عقل لسان تسريبه ذكريات عقل لسان تسريبه كلنا لجل وطن نحتمي دون المقام الوطن حنا فدا ترابه وحنا منه تحت راية قايد الشعب قايدنا الإمام خادم البيت ربي يطول في زمنه سيدي سلمان تخضع له كبار المهام كل صعبة قد معنا تراها هينا يا سلام الله على الراية الخضرة سلام رايتك فوق قلبي يا ريكتر افرف مولانا السعودي والسعودي مع الصف لما عز يا راس يعطيكم العافية جمهورنا الكريم الحاضر معنا شكرا على تفاعلكم فضلا لا أمرا عشان نبدأ إعلان المراكز عشان تفرحون كلكم نحتاجكم تجلسون الله يرضى عليكم أخواننا الله يعطيكم العافية يا أخوان الله يرضى عليكم نحتاج لكم تجلسون أنا أحتاج المتسابقين كلهم 25 يقفون هنا حتى أدعيهم بعد إذنكم ما أبغى أحد ثاني هنا شكرا جمهورنا رجعنا لكم بعد الأعمال اللي قاموا فيها نجوم جنتل عشان يتركون أثر ويبقون ذكرى جميلة في برامج الواقع فشكراً على المجهودات اللي قاموا فيها ما أنسى أني أشكر فقرة الآباء بقيادة الأستاذ بدر الحسين والأستاذ حسيب الشيحي حسيب الشمري وأبو ثامر الله يعطيه العافية وايضا ابائنا الافاضل العم نايف العم ابو نايف شداد الاحمري ابو محمد الاحمري الاخوان كلهم الله يحييهم كل الاباء ما ابغى اذكر احد واخلي احد اعذروني القصور مني انا الله يحييكم وانتم الثمره ايضا ما انسى اخواننا في لمتنا اورنس عبد العزيز بدر الحافي سعد الغرمول وايضا سعد بن منيع وسعيد ابو ظهير وسلمان العنزي وعبد الله الكيرعاني وعبد المجيد البندر وعبد المجيد الذيابي وفيصل المطيري ومسفر برميثة والكوتش الجميل الكوتش طارق وايضا مشاري عمر ومشعل العنزي ويزيد سعود وسائر النهار المتذوق الرائع وحيلان عبد الله الشمري احمد العوض زايد بن سابر عبد الرحمن غالب وعلي الجعيدي هذول رافقونا في الفترة النهارية معكم أدوا وصلوا لبيوت المتابعين والقرب لهم ومعاي النجوم الصغار ذول يعطيهم العافية وأيضا ما ننسى نشكر الجميل اللي دائم متفاعل معنا أحمد باق طيان شكرا يا أبو عمر على المجهودات اللي تقوم فيها وما ننسى نشكر منصور محمد المخرج وأيضا أسامة العامر وأحمد القطامي شكرا هذول رافقونا في رحلة جنتل فنشكرهم بكل حب الآن استأذنكم بكلمة وترحيب بس أبغى ترحيب من نوع ثاني ترحيب حار بالشيخ إبراهيم الحسين تفضل يا أبو صالح هذا ترحيبكم أبو صالح أبغى ترحيب أقوى خادم البيت ربي يطول بزمنه سيدي سلمان تخضع له أبو صالح شكرا على الأثر اللي أنت تتركه في هذا المجتمع شكرا على ما تقدمه شكرا لما قدمته أمانة على مسيرة 10 سنوات وقرابة 10 سنوات في برامج الواقع الله يجزاك خير الكلمة لك طال عمرك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نحمد الله على التمام والكمال بيض الله وجيه فريق العمل والمتسابقين حقيقة هذه النسخة أنا أعتبرها يعني من أنجح النسخ لأن لما تكون في البحر والموج معك تكون السباحة سهلة لكن لما تكون أمواج ضدك وتقاوم وتصل إلى الهدف فهذا أقوى نجاح النسخة هذه الله يبارك فيهم يمكن كان الموج ضدهم ولكن ما شاء الله عليهم أثبتوا نجاحهم واجتهدوا وحملوا البرنامج على أكتافهم والقناة وكان فيه يعني تناغم بين فريق العمل وبين المتسابقين والحمد لله يعني أثمرت
وأدت إلى نجاح باهر من فضل الله سبحانه وتعالى، والدليل الأرقام اللي سمعتوها قبل شوي. الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، نسأل الله أن يجعل شاهدا لنا لا شاهدا علينا. جزاكم الله خير جمهورنا الكريم. نشكر سيدي الملك سلمان وولي عهده الأمين، ونشكر هيئة الإعلام المرئي والمسموع على التمكين والتوجيه في حال الخطأ، وكذلك تشجيعنا في مسيرتنا الإعلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويبارك فيهم. وأشكر كل من عمل في قناة الواقع واجتهد من فريق العمل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الأجر وأن يجعلوا ما قدموا في ميزان حسناتهم بإذن الله تعالى. نشكر جمهورنا الكريم، بهم نجحنا وبهم نتقدمنا وبهم حققنا هذه الأرقام الطيبة. الله لا يحرمهم الأجر ويجزاهم خير ويبارك فيهم يا ربي. كذلك نشكر الرعاة الذين ساهموا في هذا البرنامج، وعلى رأسهم جمعية أو وقف رؤوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنهم، يوفقهم لكل خير إن شاء الله. معك أبو صالح، نجدد الشكر بجمعية الراعي معنا الرسمي جمعية رؤوم برفحة، شكرا لها في وقف اليتيم بمكة المكرمة. أستاذ مشاري تفضل معنا في درع تكريم، في درع تكريم مقدم من القناة، قدم من القناة. أعطوني الدرع شباب. يا مرحبا أستاذ مشاري. يا مرحبا، شكرا لك أستاذ مشاري. أستاذ مشاري، تجربتكم معنا في برنامج جنتل وشكرا، تفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم جميع. هلا بكم. مشاري الشمري، مدير جمعية رؤوم رعاية الأيتام. ما عليكم زود، ما عليكم زود. بصراحة كانت تجربة مع قناة الواقع تجربة طيبة بإذن الله. كان بداية تدشين الوقف في برنامج سكريبت، بدينا من لا شيء، الجمعية ما عندها أي وقف. هالحين حنا في نهاية جنتل تقريبا باقي 10% على اكتمال الوقف، والحمد لله هذا بجهود إدارة القناة وبجهود الجمهور اللي يسمعنا، الله يعطيهم العافية ويكتب لهم الأجر. شكرا أستاذ مشاري، هذا درع مقدم من إدارة قناة الواقع. أخف. تمام. شكرا أستاذ مشاري. أيضا ما نغفل نشكر أستاذ سعود الفايز، مكتب سعود الفايز. تفضل أستاذ سعود، طبعا المحامي القدير الأستاذ سعود الفايز. من الأشياء أستاذ سعود ما يبغى نذكرها لكن احنا بنذكرها، أستاذ سعود الله يعطيه العافية، أيضا من الناس المعطاءة. شكرا أستاذ سعود. أستاذ سعود يدرب أبناء الوطن المتدربين، تفضل. أستاذ سعود طبعا صديقي ومن مؤسسين قناة الواقع الفضائية. كانت أصلاً قناة الواقع الفضائية باسم سعود، ونقالها جزاه الله خير باسمي بعد ما يعني صار البيع والشراء الله يوفقه. فهو مؤسس قناة الواقع الحقيقي ترى. أولاً أشكر الشيخ إبراهيم أبو صالح الله يحفظه يوفقه، لكن هالقناة في بدايتها مرت بظروف كبيرة. إن بداية ما أسسناها كان قبل كم، 12 سنة، 10 سنوات. ثم اللهم لك الحمد ارتكالها هالجبل هذا وصبر عليها، والحمد لله. الله يقطع الصوت. لا لا صوتك شغال طبعا. وحققت هالنجاح ما شاء الله الكبير، يستاهل ابو صالح الله يحفظه ويوفقه. يعطيك العافيه استاذ سعود، هذا درع مقدم من القناه. اقول ما يحتاج دروع من ابو صالح، ابو صالح محزم لي وانا محزم له الله يحفظه، يامرني متى ما بغى الله يوفقه. طبعا سعود الفايز هو محامي القناة الله يبارك فيه. أتشرف بك يا أبو صالح الله يحفظك. يعطيك العافية.
هذا الوفاء وهذه الصداقة الله يجمعهم ولا يفرقهم. شكرا لك أستاذ سعود، الله يعطيك العافية. أستأذنكم بمقدمين اللي شاركوا معنا، كل المقدمين، لا نبي صورة معك أبو صالح ومع الأستاذ بدر الحسين والأستاذ صالح الحسين وأبو سلطان الأستاذ تركي الدوسري، تفضل معنا طال عمرك. السلطة العليا في قناة الواقع الأستاذ عبد العزيز. أستاذ صالح الحسين المدير التنفيذي واللي يقف خلف النجاحات في قناة الواقع، شكرا أستاذ صالح، تفضل معنا على المسرح نحتاجك. أيضا كل مقدمين برنامج جنتل والآباء يشرفونا على المسرح، ناخذ صورة تذكارية معكم. الأستاذ عبد العزيز الزهراني، الأستاذ ياسر الزهراني، نواف التميمي، تركي محمد، سالم بن حزام، عادل بن هيف، محمد منصور، عبد الرحمن الخضيري، احمد الملا، عبد الله الروقي، عبد الله الرزقي، فيصل العرجاني، فهد البقمي، مهند الفيصل، عزيز المحمد، مفلح المشعلي، عبد الله اللعبون، فايز العمر، عبد العزيز متعب، عثمان الجنيبي. صوره تذكاريه لمعيه الاداره مع الاباء والمقدمين اللي شاركونا النجاحات. تفضل يا ابو، تفضل يا ابو صالح، الاباء قدام في النص وانتم صدر المجلس وصدورنا، الله يحييك. جدد الحزن وجبه يا جرح لا تعاني، على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع، نحبك من خاطر والشوق صار لا تعاني، لا معك يا حبيبي طير ويحدينا كذا حدي، البرق نوره ساطع والشوق جمره فاطر، جمهورنا في الواقع نحب مكسل فرق الجاني، جدد الحزن وجبه يا جرح لا تعاني، على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع. شكرا، شكرا آبائنا ومقدمينا وإخواننا، شكرا كل الشكر. أستاذنكم عشان نبدأ المراكز، نبدأ المتعة في هذه الليلة، نبدأ الحفلة فعلا. شكرا أستاذ صالح. تفضل مثل هذا. شكرا ابو صالح، يعطيك العافيه. شكرا، شكرا يا ابو صالح. الله يا جماعه ابو صالح رجل يعني هو اللي دفن النجاح دف، بيض الله وجهه. شكرا مدرسه النقد الحديثه سالم حزام لو سمحت. شكرا، هذه مدرسه النقد الحديثه يا جماعه، هذول اللي نقشوا اسمهم في النقد، سالم حزام، عادل بن هيف، عمر بن هذال، محمد منصور، النقاد المميزين. شكرا لكم من اعماق القلب، والله اني احبكم. احمد بن طيار، جمهورنا جاهزين للمراكز، بتحتفلون، عطوني 25 نجم على المسرح، 25 نجم تفضلوا. على الواقع وفي الواقع، نحبك من خطر والشوق صار ينادي، وانا هنا ناطر ويحدينا كذا حدي، مع المسرح نجوم جنتل. ما تبون تنافسون؟ ايش دعوه؟ طيب جمهور بعد اذنكم، جمهور، جمهور، جمهورنا الحاضر، شكرا لتفاعلكم. نبدا نعلن، بس قبل ما نعلن، قبل ما نعلن، انا احب ارحب بالاستاذ سامي الجعوني. تفضل استاذ سامي. استاذ سامي الجعوني،
استاذ سامي الجعوني. تفضل استاذ سامي. طبعا جمهورنا احنا لا ننسى ان نشكر الرعاه معنا الرسميين، رعاه خياط قياس شكرا له، وايضا مطاعم الناضج. هذا ترحيب ابو يارا نبي اقوى. الله يسعدكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. انا في البدايات اشكر نسخه جنتل بيض الله وجههم على المواجهه، ومثل ما ذكرناها الشرسه من خلال المحتوى اللي قدموه داخل البرنامج، معطياتهم، ادائهم، مواهبهم، قوتهم، لما تفوقوا في هذه النسخه وحققوا هذه الارقام. بعد الله بيض الله وجهك ابو صالح على الجهود، والاستاذ تركي الدوسري وبقيه الطاقم اللي اجتهدوا في هذا البرنامج، واللي كانت نقله لهم نوعيه تحسب لهم. الجماهير في الخلف مرة متحمسين جدا، متفاعلين، ينتظرون الأرقام والنجاحات اللي حنسمعها بعد قليل مع الأستاذ علي، سواء نجم الجمهور أو المراكز المتقدمة. أتمنى لكم التوفيق يا شباب، إن شاء الله حنكمل المسيرة بإذن الله تعالى بنسخة برنامج البزنس 2 اللي حينطلق إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم السبت 3 ديسمبر. أبو صالح والله لا أطلع بكاميرا، 3 ديسمبر السبت طالع ان شاء الله برنامج بزنس النسخه الاولى، واليوم حتكشف لكم اسماء المتسابقين الجدد. بالتوفيق ان شاء الله استاذ علي. نسمع الارقام والفوز باذن الله تعالى. اتمنى للجميع التوفيق باذن الله، لكن نجم الجمهور اللي اوجع الناس والمركز الاول هو الرقم الصعب اللي حيحصل في هذه النسخه. بالتوفيق يا رب. حبيبي استاذ سامي شكرا لك، شكرا من القلب. استاذ سامي شكرا لما قدمته، شكرا على الكلام الطيب. بعد المراكز معروض لكم البرومو حق البزنس 2 ان شاء الله تستمتعون، موعودين ببرنامج جدا 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 جبار. ابو صالح وقف على ادق التفاصيل من قريه ولوكيشن استعدادات، لكن انا مستعد، انتم مستعدين يا شباب؟ شباب جمهور، جمهور الله يعطيكم العافيه، نبغى الجمهور يبغى يسمع، فضلا لا امرا نسمع نجوم جنتل. نجوم جنتل، نجوم جنتل، صوتي واضح؟ أنا الصوت واضح؟ واضح. الجمهور عاد الجمهور نبغاه يهدى شوي عشان الكاميرات والصوت. طيب للتوضيح، جمهورنا الآن معانا 25 نجم، النجوم يتنافسون على نجم الجمهور وعلى راية الوقف. نبدأ الإعلان المتسابق اللي حصل على راية الوقف، بعدين نبي ناخذ النجوم اللي تنافسوا على نجم الجمهور. تهدون عشان نعطيكم، هدوا. الآن اللي حصل على راية الوقف، شباب شباب شكرا على ما قدمتم، وجدد الشكر، ولو اشكركم من هنا الين السنه القادمه ما نوفيكم حقكم، ما قصرتوا. نجوم بذلوا 92 يوم من العطاء المستمر عبر هذه الشاشه، تكلموا ووجهوا ونصحوا وحمسوكم، والحمد لله وصلنا الى 90% في الوقف، لكن باقي 10% وانتم لها. لكن من اللي حصل على رايه الوقف في برنامج جنتل؟ من اللي استحق هذه الراية في برنامج جنتل؟ أسنابة بتخلص، خلص أنا أستمتع. على مهلي أكيد أكيد. اليوم اليوم يوم النجوم، اليوم يوم المبدعين، يوم الحالمين، يوم الناس اللي تعبوا وبذلوا مجهود. اليوم بنتوج، تتوقعون؟ بقول لكم معلومة عشان بس تكون بالصورة، معلومة ما حصلت. وشي تدرون ان في نجم اليوم بيتوج بمركزين؟ خلصتوا؟ تدرون ان اليوم عدد المراكز معنا 8 مراكز، 8 فائزين من النجوم دولة، ما هو بس 6، 8. يشكر الشيخ ابراهيم حسين، زود جائزتين للنجوم فيستاهلون. نبدا نعلن النجم اللي حاصل على رايه الوقف.
النجم اللي نقول له ألف مبروك، ألف مبروك، حصلت على راية الوقف، تستاهل لأنك نجم وقدمت شيء مميز قليل من مشاركين برامج الواقع يقدمونه. ضيف الله العتيبي تستاهل. الفرق الجاني جدد الحزن وتجيبه يا جرح لا تعاني على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع. طبعا عطني الراية، تفضل يا ضيف الله. ضيف الله فوق السماء والقمة من يجي ثم ضيف الله ضيف الله ضيف الله بن تركي متحمسين. ضيف الله أنا نيابة على الإدارة اسمحوا لي أعذرهم عشان ما نقدم لك شيك ب10,000 ريال لحصولك على راية الوقف، فتستاهل طال عمرك مع راية الوقف. شكرا. اولا اقول ربعي عتيبه، ربعي يقول ربعي عتيبه تعطي العالم دروس، وافعالنا اللي تخبر الناس عنا وناموسنا يغلب على كل ناموس مهما يصير، اهل النواميس حنا. ما عليكم زود، ما عليكم زود. اول شيء انا افتخر ومتشرف اني احمل اسم جمعية الايتام، وهذا الاسم بحد ذاته نوماس وافتخر فيه واتشرف. الله يبيض وجيهكم بياض الشحم جميعا، الله يجعلني عند حسن ظنكم. من بداية البرنامج وانا احمل مشاعر الشكر ودي اقدمها في النهاية لكل واحد وقف مع ضيف الله العتيبي، على وجه الاخص عائلتي، اخص في عائلتي ابوي الله يطول عمره، اخص في عائلتي امي الله يحفظها، اخواني واخواتي هم السند الاول والاخير لي، جمهوري الغالي، متابعيني، ربعي، جماعتي، قبيله عتيبه عامه. اخص بالشكر ومن مبدا ما عليكم زود، ما عليكم زود، ومن مبدا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا اتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الى قناه الواقع متمثله في رجالاتها الشيخ ابراهيم الحسين والشيخ صالح الحسين والشيخ بدر الحسين والسلطة العليا أبو سلطان وكل أعضاء مجلس الإدارة، الله يبيض، وصالح الحسين والله يبيض وجيههم بياض الشحم. الشكر موصول مشاري الشمري رئيس جمعية رؤوم، الله يبيض وجيههم والله يجعلني عند حسن ظنهم. الشكر موصول لك أبو عبد الله، بيض الله وجيهكم جميعا. شكرا، شكرا يا ضيف الله، شكرا لك، العافية. يعطي العافية جمهورنا. الآن نبي نعلن الجدل وإثارة الجدل. الآن نبي نعلن نجم الجمهور، لكن نبي نعلن، لأن نجم الجمهور اليوم نبي نعلن الثلاث مراكز، الأول والثاني والثالث، اللي حاصل على أعلى تصويت جمهور، والثاني اللي حصل على أعلى ثاني تصويت جمهور، والثالث اللي حصل على أعلى ثالث تصويت جمهور. الآن نبي نعلن عن المركز الثالث في تصويت الجمهور. معي ثالث نجم
حصل على درع الجمهور في المرتبة الثالثة، يعني ثالث أعلى واحد. تبغون نذكر الأرقام، كم عدد الأرقام اللي وصلت والإحصائيات، ولا ما تهم؟ لأنكم تعرفون أنها كانت معركة شرسة جدا. لكن من اللي حصل على المركز الثالث من بين 25 نجم؟ ونقول له 1,000,000,000 مبروك. يبغى لها 3 سنابات، لا تستعجلون. معليش بس يزعل علي ابو صالح لو خلصت بسرعه، يقول لازم توترهم شوي. ابو سلطان كل يوم سبت يقول لي ليش يطول ذا. النجم اللي حصل على اعلى ثالث تصويت، النجم ها من نجم الجمهور، عشان اوضح لكم نجم الجمهور كنا نتوج واحد بس بنجم الجمهور، لكن عشان اللي حصل الارقام القويه اللي حصلت وانتم كلكم نجوم وتنافستوا، فصار 3 مراكز، الاول والثاني والثالث لنجم الجمهور. يعني الاول وثاني اعلى تصويت وثالث اعلى تصويت، لانه فعلا ارقام قويه. نقول 1,000 مبروك للثالث، نقول 1,000,000,000 مبروك، واللي اخذها بالمركز الثالث رشاد طاهوس. يلي تناظر فينا لازم تجي يا غالي، يلي تسمى لنا ابداع نجم عالي. على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع، فوق السما والقمه من يجي ثماني، جدد رحال الهمه يا للهمم قدامي. شوف المواهب هبه مثل السلاح الناري، يا للوفا والطبع صار الذي ما صار. على الواقع مقسل فرق الجاني، جدد الحزن وتجيبه يا جرحنا لا تعاني. على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع، الحب كم من خطر والشوق صار ينادي، وانا هنا ناظر ويحدينا كذا حدي. حرص على ثالث اعلى تصويت من الجمهور. سمي يا ابو ما عليه، استريح يا ارشيد. ارشيد انتوا ايش فيكم من ارشيد يا جماعه؟ هذا ملك الرياليتي يا جماعه، خلوه. ارشيد ملك الرياليتي، تفضل ارشيد. تكلم يا ارشيد، وش تقول؟ وش تشكر هالغفور والجمع الغفير عندنا هنا؟ أقول أولاً الله يبيض وجيهكم ويطول أعماركم، الله يجعلني إن شاء الله عند قد الهقوة. وأشكر قناة الواقع الفضائية، وأشكر الشيخ إبراهيم الحسين والمدير التنفيذي صالح إبراهيم، ونشكر السلطة العليا تركي الدوسري، ونشكر الحاضرين. مستبعدني لكن عاده غالي، والله يطول أعماركم ويرحم والديكم ويجعلني إن شاء الله عند قد الهقوة ويرحم والديكم. شكرا يا رشيد لك جائزة درع، وأيضا تفضل استريح، لأن احنا قلنا في نجم راح يحصل على مركزين، لكن من النجم؟ خلونا نشوف. طبعا انتم تعرفون انه في الأيام الماضية نجم الجمهور كان فيه صراع شرس بين مين ومين؟ بين نواف وعلي. طيب انا احتاج الآن، بما ان المنافسة كانت بين نواف عقاب وعلي بن هادي، يقف معي نواف عقاب وعلي بن هادي هنا، لأن المنافسة كانت بينهم ولا زالت بينهم. أنا أبقف بين
أعلى اثنين جماهيرية، مو في برنامج جنتل، في برامج الواقع كلها، وأراهن عليها، لأن الأرقام اللي وصلت هذه أرقام ما حصلت أمانة في برامج الواقع أبدا. النجمين اللي يقف على يميني علي بن هادي، واللي على الجهة الأخرى نواف عقاب، نجمين نحتوا اسمهم، نجمين جو وتنافسوا تنافس شريف، جو وتحدوا. تدرون ان الفارق بينهم 1.5 نسبة ونص، الفارق نسبة ونص، عشان كذا قلت المنافسة بين الاثنين، لان الاثنين نجوم، الاثنين شباب. بعد اذنكم لا احد يجي عند المسرح رجاء، قلنا فيه الاثنين نجوم والاثنين كلهم جماهيريين، الاثنين كلهم مميزين. كان تنافس جدا شرس. من الاول ومن الاول ثاني مره، لانهم يعتبر اول مكر. الاول حصل على نسبه كم النسبه كنترول؟ 100%. والثاني الاول حصل على 40.1%، والثاني حصل على 38.6. تخيلتوا المنافسة كيف كانت؟ من اللي حصل؟ الفارق بسيط، يعتبر الاثنين أول مكرر زي ما كنا ناخذ في الابتدائي، لكن الأول اللي حصل على نجم الجمهور بنسبة 40.10، والثاني حصل على نجم ثاني أعلى تصويت بنسبة 38.6. أنا متوتر أكثر منكم. والله شوفوا، والله إن الاثنين كفوا، وأنا أقول على لسانه الاثنين علي ولا نواف، اللي بياخذها يستاهلها الثاني، لأنهم إخوان، لأنهم سطروا الوفاء في هذا البرنامج، لأنهم والله نجوم، وقفوا مع بعض، شدوا من أزر بعض، صنعوا نجومية بعض في هذا البرنامج، لأنهم نجوم فعلا. أنا ششت والله. يا شباب شباب بعد اذنكم، النار بعد اذنكم، يا شباب يا شباب بعد اذنكم ارجعوا يا شباب. محمد منصور لو سمحت، نعلن اللي حصل على المركز الاول باربعين فاصلة عشرة. الحفل ذا يا جماعة لكم، فرجاء ارجعوا لو سمحتم يا شباب، ما راح نعلن لين ترجعون، الله يرضى عليكم. ارجعوا بعد اذنكم يا شباب، تعاونوا معنا عشان نفرح بنجومنا وعيالنا واخواننا. هذول اخوان، لكن قبل ما اعلن باخذ كلمه من علي هادي وكلمه من نواف عقاب. علي هادي مرحبا يا علي، الله يبقيك. اول شيء اذا كان الفوز، انا ماني قايل لو كان الفوز من نصيبك، انا بقول لاني اعرف انكم اخوان، واللي عندك عند اخوك واللي عند اخوك عندك. لو كان نواف نجم الجمهور، اول شيء اقول مرحبا ومسهلا باللي يلهونا من كل ديره، وثاني شيء الى اخذها نواف وهو يستاهل، والى اخذتها انا فانا ونواف واحد. نواف عقاب، ماني قايل لو اخذت نجم الجمهور، لانكم كلكم جمهوريين، كلكم حصلتوا عليه، بقول لو اخوك اخذ نجم الجمهور وش تقول؟ يستاهل ابو هادي في ذمتي. نعم كل ابونا اخوان، وهذه المنافسه، هذه حالات المنافسه. لا
لو انها المنافسة الحالة ولا الحالة والله ما لها طعم. اقول المنافسة مداحم 25 رجال يا ابو عبد الله 90 يوم هنا احنا اخوان ولا بيننا شيء. اخذها ابو هادي يستاهلها واخذت انا نواف بعقابه سهله. تستاهلونها فعلا اخوان فعلا تنافس. عشان كذا قلت انا استاذنت الجميع وهم اذنوا لي اني اوقف مع النجمين ذولا لان الاثنين ذولا هم النجوم. ما هو قصورهم بخوياهم لكن هو اللي اتجه لهم الجمهور وقد يكون برغبة. نعلم من الأول ها بس الكنترول يقول لي ما نقدر نعلن لين ترجعون لأن هنا في نار وخايفين عليكم. فرجاء الإخوان اللي عند الستيج يرجعون عشان نعلن. يا شباب مقدمين إخواننا المفروض أنكم تتساعدون معنا بعد أذنكم نرجع شوي. نعلن المركز الأول. الحاصل على نجم الجمهور ب40.10 والثاني حصل على ثاني أعلى نجم جمهور ب38.6 هي ما بين علي هادي ونواف عقاب. الإخوان اللي عاشوا 92 يوم في برنامج جنتل قدموا الوفاء والعطاء. إخوان بمعنى بكل ما تحملها الكلمة من معنى. هذا عين وهذا عين والله هذا عين وهذا عين. فرحي اليوم واحد لأن كلهم إخواني لأن كلهم نجوم. نقول مبروك. نقول كنترول كنترول. نقول يا كنترول يا جمهور يا الحاضرين ويا الشاشات ألف ألف مبروك للنجمين. لكن الأول علي هادي. شباب 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 لكم نرجع. شكرا لكم يا جمهور. علي هادي علي هادي ابغى علي هادي علي هادي اعطوني علي هادي هنا يا شباب بعد اذنكم اعطوني علي هادي ها علي هادي اعطوني اياه اعطوني ابوه علي يا شباب بعد اذنكم جمهورنا الله يعطيكم العافيه يا جمهور بعد اذنكم علي شباب بعد اذنكم رجع جمهور علي شباب شباب بعد اذنكم رجع الله يرضى عليك رجع يا علي رجع يا حمادة رجعهم يا عيال يا عيال يا عيال يا جماعة يا جماعة حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر نزرع قصة وتثمر جت لها مع جت استريحوا يا عيال استريحوا يا يا عيال يا عيال يا عيال أبا أخويا يا حل جنتل تعال نواف تعال نواف 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 تعال
فتعبنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنت لها معاجل. يا ولد رجع خاص كل واحد مكانه. السلام عليكم. روحكم الطيبة نستريح بعد إذنكم عشان نفرح ببقية النجوم. بسم الله. شغال يا عيال تعوذوا من الشيطان كل واحد يعوذ مكانه. رجاء خاص نرجع بعد إذنكم. رجاء خاص يا شباب كل واحد يرجع هناك بعد إذنكم. بعد إذنكم يا عيال بعد إذنكم. أبو سلطان المهاجر يا أبو سلطان والله المعذره بقيت كسرون ظهري وانا واقف والله. عطنا صوت هنا. الله يمسيكم بالخير. الحفل باقي ما خلص يا شباب. استريحوا الله لا يهينكم الجميع اللي هنا. يلا يا شباب ارجعوا اللي هنا اي واحد على المسرح مو من جنتل ينزل. ارجعوا يا شباب يلا شيله يا يلا يا شباب يلا يلا باقي فقرات الحفل باقي المراكز الاولى يا شباب التتويج الاهم باقي المركز الاول بطل النسخه لسه ما اعلن يا شباب استريحوا يلا اجلس يلا يا شباب يلا بطل النسخه باقي ما اعلن الى الان يا شباب يلا استريحوا يا شباب لا حد يوقف هنا يا شباب يلا خلاص ارجع صالح ارجعوا خلاص نجوم يلا ارجعوا نجوم يلا ارجعوا بس لا احد يوقف هنا لا احد يوقف قدام المنصه يلا يا شباب الزملاء الاعلاميين ساعدونا في التنظيم لا تخربون الحفل يا علي ارجعوا يا الاخواني في المنصه تفضلوا باقي المراكز الاولى يا شباب استريحوا خلينا نكمل الحفله من على الهواء استريحوا يلا باقي المراكز الاولى ما اعلنت الى الان يلا استريح يا فهد يلا استريحوا يلا استريحوا عشان نبدا الحفل باقي حنا دقيقه يلا علي يلا خليك في تتويجك انت وين برويه هلا شكرا ابو يا شباب تفضلوا ابو علي نهنيك اقول نهنيك طال عمرك الله يبارك في عمرك ويهنيك بشوة عيالك والصحه ان شاء الله والسلامه يا ابو رويه اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بالحضور واللي خلف الشاشات ونقول بيض الله وجيه الجميع و أشكر قناة الواقع وعلى رأسها إبراهيم صالح الحسين ونائبه أخوه بدر الحسين وولده صالح الحسين وجميع العاملين على رأسهم اللي هو ترك الدوسري وجميع العاملين اللي من تحته سامي وش اسمه الجعوني و جميع العاملين فيها لا مصورين ولا في عملياته ولا في دنيا ما ادري اللي عندكم هنا ولا بالرويه وجزاكم الله خير وثاني شيء ابارك للجميع في دقيقه ابارك للجميع في فوز علي بنجم الجمهور واشكر جميع من صوت العلي سواء في اليمن او في عمان او في الامارات او في قطر او في البحرين أو في الكويت زودنا على ربعي اللي في السعودية وبيض الله وجيههم لا كبيرهم ولا صغيرهم ومشكورين يا قناة الواقع وجميع الجماهير اللي يشجعون قناة الواقع لا عند علي هادي ولا عند غيره وشكرا لكم كلكم والسلام عليكم علي اول شيء اقوله الله يبيض وجه الجمهور بياض الشحم
جعلني ما خلا منهم، عودوني على الفوز وعودوني على النصر دايم. الشيء الثاني انا بقول انا ونواف عقاب واحد، والله لو انه ما اخذه كان انا اللي ما اخذه. شافوا. واقول بعد الاحتفال ما يحتفل الرجال ورب اهله الا قد اللي منافسه قوي. ونواف من عقاب حصان وقوي. ولا ما كان انا اشهد ان كلكم اقوياء. والارقام انا اقولها وانا صادق وانا مطلع عليها، والله انها اجتازت كل البرامج السابقه. الله يطول. وانها ما حصلت الا مع الجبلين ذولا. والله ان الفارق بينهم بسيط ولكنهم جبال، وهم يعرفون روح المنافسه لانهم اخوان. 92 يوم يا جماعه، وش فيك؟ الله يبين. 92 يوم يستاهلونها. اسلم. الله يبيض وجه الجمهور، والله يبيض وجه ربعي وعيال عمي وكل من هو وقف مع علي بن هادي. ووجه شكر خاص وبيض الله شكر خاص وبيض الله وجه صالح بن محمد آل خفيس آل جابر المري. نعم. بياض الشحم الرجال ذا، الرجال ذا بيض الله وجهه. الله يبيض وجهك ووجهه. ولكن عندي بيتين انا من حقي في ذا الموقف اتفاخر، لكن بقول حنا لمراها لرده واسمان ينوم اسلي طري يا خصمنا ضاقت العده ما تقدر تقاوي المري. والله بيض وجيهكم، والله بيض وجهكم عقاب، بيض الله وجهك، بيض وجهك، بيض الله وجيهكم. ويا الرب يا رب صلوا على النبي، هدوا هدوا بيض الله وجيهم. وعز الله النواف الربع بيض الله وجيهم وجمهوره بيض الله وجيهم. سلامتكم يا جمهور. شكرا شكرا يا علي. موفق نواف، حصلت على ثاني اعلى تصويت، ولا هي غريبه انت حصان وتنافس حصن، وهذا شيء الواحد ما يفخر الا لما يكون منافسه قوي. فبيض الله وجهك وشكرا. وما يفخر الا وقفت بن عمه وربعه اللي تشوفها قدامك، وهذا والله ناموس الوفاء من اعداد يعلم الله. وبيض الله وجيهكم، ولا انتم وعلمكم غانم، وقسم رب الكعبه انكم ناموس وفخر النواف. والله يبيض وجيهكم، ولا انتم لا ربعي ولا جماعتي ولا الجمهور اللي وراء يعلم الله. وابو هادي يستاهل. ابو كلكم تستاهلون، والله العظيم انكم تستاهلون، لانكم حققتوا ارقام ما حد حققها وحطيتوا مراكز ما حطت قبل. نبدا بالتميز، نبدا بالابداع، نبدا بجنتل برنامج. لكن انا استاذن اخواني المتسابقين، ابغى 13 فقط على المسرح بعد اذنكم. اعطوني نجوم اللي وصلوا خط النهايه، 13 نجم. شباب بعد اذنكم، بعد اذنكم، بعد اذنكم ايمن الاخوان، ابغى 13 بس على المسرح، ابغى 13 فقط على المسرح. نواف، علي هادي، مخلد، بداح، جبر، عبد الله الدفين، علي اللبدان، ايمن الله يعطيك العافيه. لا لا ابغى 13. عبد العزيز المغيري، تركي. اخوان ابغى 13 اللي باقين في المنافسه بعد اذنكم. عاد انتم نجوم جنتل، المفروض انكم اسرع شيء. بعد اذنكم، بعد اذنكم، انت مستبعد رشيد، اطلع تفضلوا. صفوا يا شباب، باقي عندنا اربع مراكز، باقي عندنا جنتل برنامج جنتل، وباقي عندنا الاول والثاني والثالث. اجريم انزل. لا ما نقدر لانها سياسه. بعد اذنك اجريم تفضل، ولا علمناك انت ما تنزل بالاسانسير. صد 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 تفضل طلع، ولا انت اخوه. لا لا تفضل. معي 13 نجم، علي هادي، علي اللبدان، عبد العزيز المغيري، جبر، عبد الله الحافي، عبد الله الدفين، تركي غويزي، بداح، مخلد، سعد الطويل، نواف الشهراني، طاهر باعوين، ونواف عقاب. من اللي حصل على جنتل برنامج جنتل؟ اللي حصل على نجم او جنتل برنامج جنتل في نسخته الاولى، لان السنه الجايه باذن الله عندنا جنتل اثنين، السنه هذه عندنا بزنس اثنين، السنه الجايه عندنا جنتل اثنين. شباب بعد اذنكم عشان نعلن نحتاجكم ترجعون شوي. بعد اذنكم، النجم اللي حصل على جنتل البرنامج
ها يا كنترول اعطوني الاسم، والاسم عندي اصلا لكن اعطوني الكيو. يقولون لي لا اصبر لان الشباب هنا مغطين على الكاميرا. عرفتوا ليش؟ هنا مغطين على الكاميرا. من اللي مغطي؟ تخيلوا من هو؟ يحيى، يحيى ابن عمان ابن السنطرة جاي عشان يغطي. شكرا يا يحيى، على طول جلس. بعد اذنكم يا شباب، ايضا الاخوان هنا عند الكاميرا بعد اذنكم. اللي حصل على جنتل البرنامج بكل فخر وبكل أداء مميز وبكل حضور طاغي وبكل انفراد لا مثيل له. منه؟ ها؟ طاهر، نواف، سعد، علي بن هادي قد يأخذ مركزين، جبر، إبداح، مخلد، تركي غويزي، عبد الله الدفين، عبد الله الحافي، عبد العزيز المغيري، علي اللبدان هذا الجميل اللي أحبه على الصعيد الشخصي، نواف عقاب. منه اللي بيأخذ جنتل برنامج جنتل في نسخته الأولى؟ ها؟ تدرون مين؟ أنا أقول لأنه مميز وفريد وأنا أحبه وغلي ويستاهلها بكل جدارة، ما هو قصرون بأخواه، لكنه مميز. جبر المدارية. يعطيكم العافية، نحتفل الآن. تدرون نحتفل بمين؟ يا أحبة، يا أحبة، ما شاء الله، نقول مبروك حبيبي، مبروك، مبروك جبر. جبر بعد إذنك، بعد إذنكم يا جمهورنا الغالي، بعد إذنكم كلهم إخوان وكلهم نحتفي فيهم ونفرح. جبر بعد إذنك تعال لي هنا يا جبر، جمهورنا الغالي. فلاح فلاح فالح. يلا يا شباب، جبر عطوه، جبر 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 يا جبر يا جبر يا جبر. الله يبيض وجهك بعد. ليش انا ما اسلم على جبر؟ بعد اذنكم يا شباب، بعد اذنكم، معلش انا بجبر. دقيقه بس يا ريدي، تستاهلها وانا اخوك، تستاهلها تستاهلها يا عيال. يا شباب بعد اذنكم، شباب بيطيح، الله يرضى عليكم شباب. يا احبه بعد اذنكم، الله يرضى عليكم، بعد اذنك، بعد اذنك يا حبيب، بعد اذنك. نواف لمتنا وخوتنا، فزعتنا وطيحتنا، ضحكتنا ودمعتنا، جنتلها مع خلاص يا احمد. يا شباب بعد اذنكم، الله يعطيكم العافيه. صاحب الغالي عند منزلك عالي، عيش المر والحالي، جنتلها مع جنتل، جنتلها مع جنتل، جنتلها مع جنتل. لمتنا وخوتنا، فزعتنا وطيحتنا، ضحكتنا ودمعتنا، جنتلها مع جبر المدارية. أنا ما أسمع. جبر المدارية، جنتل برنامج جنتل بالنسخة الأولى، جبر المدارية. لبيك أبو عبد الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
قدامكم يضيع الكلام ويضيع الحروف. لكن أنا أول ما دخلت البرنامج وكنت في المقابلة الشخصية قلت لي كم بيت وبعيدها أقول لك الحمد حمد نستلذ به ذكرى وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمد يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد دخلت البرنامج وأنا عيني على مركز وحققته اليوم. اللهم لك الحمد توفيق من الله سبحانه. لا يسعني أن أشكر أبونا إبراهيم الحسين على وقفته معنا وأخونا صالح إبراهيم وكيان قناة الواقع اللي صنعت منا نجوم حنا من لا شيء. الله يبيض وجيههم ويستاهلون أخوياي اللي حصلوا على مراكز وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأشكر جمهوري جمهور الفخر جعلني ما تبدل فيهم. واليوم اليوم السنة عيدين واليوم الثالث من جي أبوي جعلني فداه تعانى من الديار الله خليه لي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أنا أشكر قناة الواقع والقائمين عليها جميع المسؤولين من أعلى مرتبة إلى العامل حتى اللي يعمل فيها. والله يبيض وجيهكم. والحقيقة الفوز ما هو بالمراكز، الفوز معرفة الرجال اللي عرفناهم في القناة واللي كل منهم حقيقة حاز على تقدير الرجال وحاز على العلوم الطيبة. وأشكرهم على وقفهم في دعمهم للوقف والعلوم الطيبة. الحقيقة أنهم كلهم فايزين، لا اللي خذ الأول ولا اللي طلع من البرنامج. أنا أعتبرهم كلهم نجوم وكلهم فايزين وكلهم نفتخر فيهم وبيض الله وجيههم. وشكر خاص للأستاذ ترك الدوسري وللجميع. شكرا. لا يسعني أن أشكر أبو سلطان الله يبيض وجهك أخونا الكبير وقد قالها الله اللي عزنا ما لحد منا. وجنتل جنتل دائما أصعب، إذا انسكرب دائما أفضل، جنتل دائما أصعب، جنتل دائما أصعب، لأن هذولا 25 نجم فعلا أرقامهم صعبة. شكرا يا جبر، شكرا للنجوم. الآن باقي عندنا المركز الأول والثاني والثالث، المراكز المهمة. المركز الأول يحصل على 150,000 ريال، المركز الثاني يحصل على 75,000 ريال، المركز الثالث على 50,000 ريال. هنا الأرقام، هنا المراكز الفعلية، هنا المداحم، هنا النجوم. هذولا 13 نجم، فيه نجم منهم بيحصل على مركزين ويكون سابقه في برامج الواقع في منافسة واحدة يحصل على مركزين. الآن نبي نعلن ثالث أعلى تصويت، ثالث في البرنامج، عفوا الثالث في البرنامج. من الثالث يا كنترول؟ يا شباب تبغى تشتغل هنا نيران فخلونا بعيد شوي. من الثالث؟ المركز الثالث في برنامج جنتل يروح. شباب بعد اذنكم بتحتفلون لكن نبغى نحتفل بشكل جميل. بعد اذنكم سلطان، شباب بعد اذنكم نبي نطلع بشكل جميل، ممكن نبي نعلن المركز الثالث نحتفل فيه وبعدين نعلن المركز. بس جمهورنا فضلا لا امرا لا احد يطلع عشان نخلص الليله. بعد اذنكم ارجعوا شوي، بعد اذنكم، بعد اذنكم يا جمهورنا. ها جمهورنا، النجم اللي حصل على المركز الثالث في برنامج جنتل، النجم حصل على المركز الثالث بمجهوده. كنترول، أعطوني الاسم. شباب الكاميرات بعد اذنكم عشان نعلم، بس الكاميرات، شباب اللي بعدين في الوسط الكاميرات بعد اذنكم، شباب اللي هنا بعد اذنكم الكاميرات. النجم اللي حصل على ثالث مركز في برنامج جنتل
يلا نعلن النجم، نقول له ألف ألف مبروك، تميز وأدى وأعطى وكان شخصية فريدة، مميز ما له شبيه. تدرون من هو؟ تدرون من؟ ألف 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 مبروك لبداع الحب. مكس الفرق الجاني، جدد الحزن وتجيبه يا جرح لا تعاني. على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع، الحب كم من خطر والشوق صار ينادي، وانا هنا ناطر ويحدينك ذا حدي. البرق نوره ساطع والشوق جمره فاطر، جمهورنا في الواقع نحبكم من خاطر، نحبكم من خاطر. على مكس الفرق الجاني، جدد الحزن وتجيبه يا جرح لا تعاني. على الواقع وفي الواقع، على الواقع وفي الواقع، الحب كم من خطر والشوق صار ينادي، وانا هنا ناطر ويحدينك ذا حدي. البرق نوره ساطع والشوق جمره فاطر، جمهورنا في الواقع نحبكم من خاطر، نحبكم من خاطر. على الواقع بعد إذنكم شباب، عشان بس الصورة تكون جميلة ونحتفل بإبداع بعد إذنكم. بعد إذنكم إبداع، حصلت على المركز الثالث في برنامج جنتي. أول شيء بيض الله وجيهكم جميع، الله يجمل حالكم يطول عماركم، والله ثم والله ثم والله يا الفوز الحقيقي إنه محبة الجمهور ومحبة الحوات الغانمة اللي اليوم احضروا من كل ديرة. العجب عيون الرياجيل اللي صافين هنا، حنا دخلنا البرنامج المركز مسمى، لكن المكسب الحقيقي هي معرفة الحوات الغانمة ومعرفة الرياجيل اللي حنا كسبناهم في البرنامج، لا من إدارة ولا من إعداد ولا من مقدمين ولا من متسابقين ولا من جمهور، اللي هم المكسب الحقيقي. والله ما دخلنا البرنامج ندور مراكز، دورنا محبة الجمهور وجعلنا إن شاء الله ناخذها. الله يبيض وجه، الله يبيض وجه الجمهور اللي وقف معي من بداية البرنامج لليوم ذا. الله يبيض وجه ربعي اسمع الغلبة، بيض الله وجههم، جعل ربي طول عمارهم. اليوم والله انه عيد،
بوقفة ربعي، وقفة محبيني، وقفة الجمهور، هذا هو الفوز، والله انها الفوز الحقيقي. ابارك لاخواني اللي حققوا المراكز، في ذمتي ذمه اللي حقق منهم المركز الثاني للمحقق، وان اليوم فايزون بهم وطايلون بهم، هذول اخوياي ومحازمي اطول بهم وتنومس بهم، وابارك لهم واقول للمراكز للمركز اللي انا خذيته واللي خذاها ابن عمي من غير قصور بالباقين، اقول نواميس وامجاد وبطولات باستمرار، خلقنا كباريه ونبقى كباريه. معليش انا جاني امر من الكنترول، معليش جاني امر من الكنترول الان نطلع فاصل عشان التنظيم، لانه ما ينفع الطريقه هذه يا جماعه. بعد اذنكم فاصل، فاصل قصير ونرجع بعد التنظيم مع المركز الثاني والاول. على الواقع وفي الواقع على الواقع.